بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون، قيل إن الذين في محل جر بدل عن الذين في الآية التي قبلها. ولا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، ومجرور باللام محله في محل جر. وكذلك الذين الثانية، الذين يقولون ربنا إننا آمنا بدل عنها، وبدل المجرور مجرور. وقيل الذين يقولون ربنا في محل رفع مبتدأ، كلام مستأنف، كلام مستأنف. الذين يقولون ربنا آمنا، يدعون الله سبحانه وتعالى ويتوسلون إليه بإيمانهم. ربنا آمنا، يتوسلون إليه بإيمانهم. والتوسل بالأعمال الصالحة مشروع، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح هذا أمر مشروع، كما توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، سدت عليهم الغار. لما توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي عملوها قبل دخولهم الغار فرج الله عنهم. وهذا النوع من التوسل مشروع، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي قدمها العبد. وكذلك التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، كأن تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور
اغفر لي، يا تواب تب علي، إنك أنت التواب الرحيم. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها أي توسلوا إليه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا غفار يا غفور اغفر لي، يا جبار اجبرني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. تأتي بكل اسم من أسماء الله يناسب حاجتك. هذا هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ربنا إننا آمنا، هذا توسل بالإيمان، والإيمان مراد به الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. وكما عرفه أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. فالمؤمن الذي آمن بالله الإيمان المطلوب شرعا يتوسل إلى الله بإيمانه وبأعماله الصالحة إذا احتاج أو ضاقت به الأمور. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، طلبوا من الله يغفر لهم، وقدموا التوسل إليه بإيمانهم، فحاجتهم هنا المغفرة، حاجتهم هنا المغفرة. فاغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا. فالمؤمن ليس كاملا لا يقع منه ذنوب، يقع منه ذنوب وهو بحاجة إلى الاستغفار، بحاجة إلى أن يكثر من الاستغفار لذنوبه. الأنبياء عليهم السلام استغفروا لذنوبهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار، وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في حديث آخر 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن؟ نحن بحاجة إلى الإكثار من الاستغفار، وأن نلهج بالاستغفار دائما وأبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار كتب الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار عبادة عظيمة، والعبد بحاجة إليه دائما وأبدا، لأنه لا أحد يسلم من الذنوب، ولا أحد يسلم من النقص. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. يستغفر بعد السلام من الفريضة،
حفظ هذا عنه صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة معناها محو الذنوب وستر الذنوب والعيوب، من الغفر وهو الستر. تطلب من الله أن يستر عليك ذنوبك ولا يفضحك بها، وأن يغفرها لك، أن يغفرها لك. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فاغفر لنا ذنوبنا. اعترفوا بذنوبهم: اغفر لنا ذنوبنا وقنا، هذا دعاء آخر، وقنا عذاب النار، أي اجعل بيننا وبين النار وقاية تقينا منها، ولا يقي من النار إلا تقوى الله والعمل الصالح. لا تقي من النار الحصون والدروع والجنود، ما يقي من النار إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. قنا عذاب النار، اجعل بيننا وبينها وقاية تقينا منها يوم القيامة. وقنا عذاب النار. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات هؤلاء، ذكر لهم خمس صفات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. خمس صفات عظيمة لهؤلاء الذين ذكر الله عنهم أنهم يقولون: ربنا إننا آمنا. الصابرين هذه الصفة الأولى، والصبر في اللغة هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، وأما في الشرع الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله. ثلاثة أنواع: النوع الأول حبس النفس على طاعة الله، النوع الثاني حبس النفس عن محارم الله، النوع الثالث حبس النفس عند أقدار الله، صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فأنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن استوفى هذه الأنواع فإنه يكون من الصابرين. والصبر تكرر ذكره في القرآن كثيرا، لأن العبد بحاجة إلى الصبر، إذا لم يكن عنده صبر فإنه يكون على خطر من الزلل والضلال واليأس والقنوط.
أما إذا رزقه الله الصبر فإنه حينئذ يسلم من الأخطار، يسلم من الأخطار التي أمامه. والصبر كما يقولون مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الإنسان يجد مرارة في الصبر، ولكن العاقبة أحلى من العسل. الصبر كالصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. صبر على طاعة الله، هذا النوع الأول. فالنفس تميل إلى الكسل وإلى البطالة، فلا بد أن تصبرها على طاعة الله، على مشاق العبادة، لأن العبادة فيها مشاق. الصيام فيه الجوع والظمأ وضعف النفس، صلاة الليل فيها ترك للنوم والمهجع، صلوات الفرائض أيضا فيها ثقل على الذي ليس عنده صبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالطاعات تشق على النفس، لكن المسلم صبر نفسه عليها. الجهاد في سبيل الله فيه جروح وقتل وتعب، يصبر الإنسان على ذلك. الحج والعمرة فيهما أسفار وبعد عن الوطن ومشاق، تعرض للأخطار، تعرض للزحامات، لكن المسلم يصبر على هذا لأنه جهاد. الحج من الجهاد، يصبر المسلم عليه ويعتبر ما يصيبه من المشقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. إنفاق المال فيه مشقة على النفس، لأن النفس تحب المال، تحبون المال حبا جما، فإذا أنفق المال وهو يحبه يحتاج إلى صبر، لأن نفسه تنازعه في ذلك، نفسه تنازعه في الإنفاق، فلا بد أن يصبر وينفق في طاعة الله سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فجميع الطاعات فيها مشقة على النفوس البشرية، فيحتاج إلى صبر، لا سيما في البدايات. فإذا صبر وعود نفسه على الطاعة اعتادت ذلك وألفته وتلذذت به، في الأخير تتلذذ بالطاعة وتعتادها. لكن لا بد من الترويض أولا، والصبر والاحتساب. هذا صبر على طاعة الله، سواء كانت فريضة أو نافلة، فيصبر على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
مما رزقناهم ينفقون. إنسان في الليل وخصوصا في أيام البرد، أو إذا كان الإنسان قد تعب في النهار، فإنه يشق عليه القيام، لكن يصبر، يصبر على المشقة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون الليل ويصبرون على ما ينالهم من التعب وترك الراحة والفرش والدفء وغير ذلك، يقومون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الثاني الصبر عن محارم الله. النفس تميل إلى الشهوات، تنفر من الطاعات وتميل إلى الشهوات، تميل إلى الشهوات المحرمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والربا والرشوة والأموال المحرمة، النفس تشتهيها وتريد وتنازع صاحبها إليها فيمسكها ويصبر عن محارم الله عز وجل، يصبر عن محارم الله ويحبس نفسه عنها ويفطمها عن المعاصي، يفطم نفسه عن المعاصي. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، فإذا عودتها القناعة وعودتها تقنع، أما إذا أعطيتها ما تشتهي فإنها تجمح بك، تجمح بك إلى متاهات والعياذ بالله. فعليك أن تحبس نفسك عن ما حرم الله، تحبس نفسك عن الأطماع المالية المحرمة، تحبس نفسك عن الشهوات المحرمة، تحبس نفسك عن مجالسة السفهاء والغوغاء ومجالس السوء، تحبس نفسك عن السهر على الفضائيات والقنوات الفاسدة المفسدة، نفسك تنازعك إليها، فلا بد أن تصبر. وربما يكون جيرانك ومن حولك واقعين فيها، فتقول لك لماذا تحبسني والجيران عندهم كذا والناس عندهم كذا، فلا بد أن تصبر، تمسكها عن محارم الله سبحانه وتعالى، فإنك مسؤول عنها يوم القيامة. فإذا أعطيتها ما تشتهي من محارم الله فقد ظلمتها، حيث عرضتها لغضب الله وعقوبته. ولهذا قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه يطهرها، التزكية معناها التطهير، يطهرها من دنس المعاصي ويأخذها إلى الطاعات، هذا زكى نفسه. وأما من تركها وما تريد وأعطاها ما تشتهي فهذا قد دساها، يعني دسها في التراب والرغام وأهانها، وهو يظن أنه يكرم نفسه، يظن أنه يكرم نفسه وهو في الواقع يهينها. والنفوس كما جاءت في القرآن ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء،
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تأمر صاحبها بالسوء، المحرمات والمعاصي والمخالفات. النوع الثاني نفس لوامة، نفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واللوامة أحسن من الأمارة بالسوء لأنها تلوم صاحبها، إذا وقع في المعصية تلومه نفسه وتوبخه نفسه فتحمله على التوبة إلى الله، هذه نفس لوامة، وهذه خير. والنوع الثالث النفس المطمئنة، المطمئنة إلى طاعة الله، لا تهم بمعصية ولا تكسل عن طاعة، فهي نفس مطمئنة، وهذه أعلى أنواع النفوس. يا أيتها النفس المطمئنة، تنادى يوم القيامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس لها شأن عظيم، وعلى صاحبها أن يراعيها وأن يروضها على طاعة الله ويصبرها على طاعة الله ويكفها عن محارم الله، وإلا فإنها تقوده إلى الهلاك، تقوده إلى الهلاك. هذا الصبر عن محارم الله. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، الله جل وعلا قدر المقادير ولا بد من وقوع ما قدره سبحانه من الخير والشر ومن المحبوب والمكروه ومن اللذيذ والشيء المستلذ والشيء المكروه، كله بأقدار الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحمد الله عند ما يحصل له شيء من المحبوبات ومن النعم المباحة، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأما إذا أصابه ما يكره فإنه يصبر ولا يجزع، إذا أصابه ما يكره من غير كسب منه ولا تسبب منه، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، أجراه عليه اختبارا له أو عقوبة له. فإذا أصابه ما يكره فإنه يصبر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المسلم يصبر عند المصائب، يصبر عند المصائب لأنها من الله جل وعلا، فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، أي بقضائه وقدره، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
قال علقمة في معنى الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. أنت إذا جزعت هل تخرج من المصيبة؟ لا، فتحصل عليك المصيبة وتخسر الأجر إذا جزعت، أما إذا صبرت فإنه يكتب لك أجر الصبر ويعوضك الله خيرا منها. والصبر على أقدار الله ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع على أقدار الله: كف النفس عن الجزع، هذا النوع الأول، كف النفس عن الجزع والتسخط. النوع الثاني: كف اللسان عن التشكي والكلام القبيح، تسخط لقضاء الله وقدره. النوع الثالث: كف اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية كما في الحديث. فهذا هو الصبر عند المصائب: كف النفس عن الجزع، وكف اللسان عن التشكي إلى الناس، وكف اليد عن أعمال الجاهلية من شق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك. هذه الصفة الأولى، الصابرين. الصفة الثانية: الصادقين. والصادقين، والصدق هو ضد الكذب، الصدق هو ضد الكذب، ويكون الصدق مع الله جل وعلا، تصدق مع الله في عبادته وتجنب ما حرم عليك وتؤدي ما أوجب الله عليك وتوفي بعهد الله إذا عهد. تصدق مع الله أولا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصدق مع الناس، تصدق مع الناس إذا حدثتهم لا تكذب عليهم كما يفعل المنافق إذا حدث كذب، أنت تلزم الصدق، تلزم الصدق ولا تحدث وتخبر إلا بشيء ثابت وفيه مصلحة في الإخبار به، ولا تحدث بكل ما تسمع، إنما تحدث بما ثبت وفي الإخبار عنه مصلحة. صدق في الحديث، صدق في الحديث مع الناس، الصدق في المعاملة مع الناس، البيع والشراء والعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، توفي بالعقود، عقد البيع، عقد الإجارة، سائر العقود يجب عليك الوفاء بها، وهذا من الصدق مع الناس. وكذلك الصدق مع الناس في عدم الغش، عدم الغش والخيانة في السلع، أن تجحد عليهم ما في السلع من العيوب، أن ترفع قيمتها عليهم رفعا مفتعلا لا حقيقة له، أن تقول أنا شريتها بكذا أو سيمت من كذا وأنت كذاب، هذا لا يجوز، بل تخبر بالواقع، تخبر بالواقع، هذا من الصدق في المعاملة. وكذلك الصدق في العمل الوظيفي، في العمل الوظيفي، إذا توليت وظيفة فإنك تؤدي العمل بصدق ووفاء،
ولا تنقص شيئا من العمل الذي تمنت عليه، ولا تحابي، لا تحابي مع الناس، بل تعدل، تعدل مع الناس الذين عنده لك، الذين لهم أعمال عندك، فتعدل معهم، لا تميل مع بعضهم وتحيف مع البعض الآخر، وإنما تلزم الصدق والعدل فيما ولاك الله عليه، هذا من الصدق مع الناس. وفي الحديث إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديق هو كثير الصدق الذي لا يقع منه كذب، صديق الذي لا يقع منه كذب، ودرجة الصديقين بعد درجة النبيين، بعد درجة النبيين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقية درجة عالية تأتي بعد درجة النبوة. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فأول الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأنت عود نفسك يا أخي على الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خليك مع الصادقين، لا تكن في صف المنافقين والكذبة وتتهاون بالكذب، لا تعود نفسك هذا. الصفة الثالثة والقانتين، والمراد بالقنوت هنا المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقانت يراد به هنا المداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويطلق القنوت ويراد به طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، طول القيام في الصلاة يسمى قنوتا. ترك الكلام في الصلاة يسمى قنوتا. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، كلموا الرجل جليسه، حتى نزلت هذه الآية قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والمراد بالقنوت هنا المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، داوم على طاعة الله إلى الموت. هذا أعظم القنوت، هذا هو أعظم القنوت. والقانتين أي المداومين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما هم مرة يجتهد ويتعبد والمرة الثانية واليوم الثاني يكسل ويتكاسل، لا، يداوم على، لكن يعتدل، يعتدل في العبادة، يقتصد في العبادة ويداوم عليها،
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما أنه يجتهد في يوم يقوم الليل كله واليوم الثاني ما يقوم من صلاة الفجر، هذا ليس من القانتين. هذا الاعتدال بين الغلو وبين الجفاء، لا غلو ولا جفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاعتدال في العبادة والاقتصاد فيها، لأنه أدعى إلى المداومة ونهى عن التشدد في العبادة، لأنه طريق إلى ترك العبادة، كما نهى عن التساهل في العبادة. خير الأمور الوسط. والقانتين الصفة الرابعة والمنفقين. المنفقين لأموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق على من تلزمك مؤونتهم من أهل بيتك، من زوجاتك وأولادك ومن في بيتك، الإنفاق عليهم، الإنفاق على المحتاجين، على الفقراء والمساكين، الإنفاق في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. المال الذي أعطاك الله إياه لماذا أعطاك إياه؟ لتخزنه؟ لا، من أجل أن تنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي منه تنفقون. والله جل وعلا أمر بالإنفاق، والذي ينفق ينفق الله عليه ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والذي يمسك يمسك الله عنه، أنفق ينفق عليك. والمنفقين، فأنت تحرص على الإنفاق في طاعة الله وتتحرى السبل المحتاجة للإنفاق فيها، وتخلص النية، تخلص النية لله عز وجل في ذلك، ويكون نفقتك من كسب حلال، من طيبات ما كسبته، من كسب حلال طيب في مكسبه وطيب أيضا في ذاته، لا يكون من الردي الذي لا تريده لنفسك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما أنك ما تنفق إلا الشيء الذي لا تريده، فهذا لا ينفعك شيئا عند الله. ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الردي، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو دفعه إليك إنسان ما قبلته، فكيف أنت تدفعه للمحتاجين وهو ليس فيه نفع أو نفعه قليل؟ فإذا أردت أن تنفق، أنفق مما أعطاك الله. لا نقول تنفق من الجيد، بل تنفق من المتوسط، تنفق من المتوسط. وإذا أنفقت من الجيد فهو خير لك، لكن الاعتدال هو الخير. والمنفقين، أثنى الله جل وعلا على المنفقين. والصفة الخامسة وهي الأخيرة، المستغفرين بالأسحار. مستغفرين بالأسحار، الاستغفار سبق أنه طلب المغفرة من الله، مغفرة الذنوب من الله جل وعلا، وهو مطلوب من المسلم في كل وقت، صباحا ومساء وفي كل لحظة وفي كل ساعة. المسلم يكثر من الاستغفار،
ولا يغفل عن الاستغفار لكل وقت، لكن الاستغفار في آخر الليل له مزية، وقت الأسحار، وقت الأسحار، المستغفرين بالأسحار يعني في آخر الليل قبل طلوع الفجر، يقومون من الليل ثم يختمون قيامهم بالاستغفار. كانوا قليلا من الليل، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون، يختمون قيام الليل بالاستغفار، لأن هذا الوقت الذي هو السحر وقت النزول الإلهي كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الله جل وعلا يعرض عليك هذه الأمور وأنت غافل نايم، تحرم من هذا الخير العظيم الذي يعرضه عليك ربك جل وعلا. كن حاضرا في هذا الوقت، كن حاضرا في هذا الوقت، وقت الأسحار، استغفر ربك، لأنه يقول جل وعلا: هل من مستغفر فأغفر له؟ والله جل وعلا لا يخلف وعده، فكن حاضرا في هذا الوقت. يا أخي، لو علم بعض الناس أو كثير من الناس لو علموا أنه في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني توزع أموال على الناس، رأيتهم يتبادرون إلى المكان وإلى الزمان طمعا في المال، ولكن أمور الآخرة قل من ينتبه إليها، بل وأمور الدنيا، لأن الذي يدعو في وقت السحر يدعو لأمور دينه ودنياه، يدعو لأمور دينه ودنياه. هل من سائل فأعطيه؟ سائل أي شيء، تسأل الرزق، تسأل العافية، تسأل الشفاء، تسأل العلم النافع، تسأل الله حوائجك، هل من سائل فأعطيه؟ يعطيك الله جل وعلا ما سألت. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنت لك ذنوب يا أخي، لك ذنوب، وجت الفرصة الآن. الله جل وعلا يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ تب إلى الله عز وجل، احضر في هذا الوقت، احضر في هذا الوقت، واغتنم هذه الفرصة مع الله سبحانه وتعالى، وعود نفسك في كل آخر ليل، ثم بعد ذلك صلاة الفجر، نسأل الله الكريم من فضله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. عبر الله عن صلاة الفجر بالقرآن، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، لماذا؟ لأنها تطول فيها القراءة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسبعين إلى المئة في صلاة الفجر، تطول فيها القراءة، فلذلك سماها الله قرآن الفجر أي صلاة الفجر. كان مشهودا، محظورا، من الذي يحضره؟ الملائكة، ملائكة الليل الحفظة، وملائكة النهار الذين يتعاقبون على بني آدم لإحصاء أعمالهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تعاقبون، تعاقبون، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. في صلاة الفجر يجتمعون الذين نزلوا والذين باتوا معنا، ثم بعد ذلك يصعد الذين باتوا معنا ويبقى الذين نزلوا للنهار. فإذا جاء العصر نزلت ملائكة الليل وصعدت ملائكة النهار، لكن يحضرون صلاة العصر مع المسلمين. ولذلك الله رغب في صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الفجر. من صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعصر، الفجر والعصر. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا ترغيب في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. فكيف يغفل الإنسان ويهمل نفسه ويترك ما أوجب الله عليه من حضور صلاة الفجر، من حضور صلاة الفجر؟ أما إذا وفقه الله وجمع بين قيام الليل والاستغفار بالأسحار وصلاة الفجر، ماذا يكون له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ لكن المحروم من حرم نفسه، المحروم من حرم نفسه، والمستغفرين بالأسحار، هذه صفاتهم عرضها الله علينا لنتصف بها، ونحافظ عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يثبتنا على دينه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان. آمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، وقنا شر الفتن، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أحرمنا ومعنا امرأة عليها الدورة الشهرية، فأحرمت معنا، ولما وصلنا السكن في مكة خلعت عباءتها، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تخلع عباءتها وتخلع ما تشاء من ملابسها، لكن تبقى على إحرامها وتتجنب محظورات الإحرام. أما أنها تغير لباسها وأنها تتنظف وتغتسل للتنظف، لا بأس بذلك. نعم. يقول: أحرمنا من السيل من الشقة ولم نذهب إلى المحرم، هل في ذلك شيء؟ السيل كله مكان للإحرام، إذا أحرمتم من السيل فقد أحرمتم من الميقات. نعم. يقول: والدتنا تريد أن توزع أموالها علينا ونحن أربعة،
من الذكور وابن واحدة وتقول أنتم سواء للبنت مثل الولد، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم يكن لها ورثة غير هؤلاء فلا مانع أنها توزع، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله جل وعلا بين الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يقول لي أخ لديه ثروة وكان يعطيني، فوجدت منه منة فقلت إن مالك من حرام أو مالك حرام علي، وطلقت ألا أأخذ منه شيئا وأنا الآن محتاج، فما الحكم؟ هل أأخذ؟ المشكلة الطلاق، ولو كان حلف بالله ما يأخذ منه شيء قلنا كفر كفارة يمين وخذ، لكن الطلاق هذا لازم يراجع المحكمة. نعم. يقول اعتمرت والدتي ولم تقصر من شعرها علما بأنها اعتمرت منذ عامين، فهل عليها شيء؟ عليها أن تبادر بالتقصير، تبادر بالتقصير لأنه باق عليها إلى الآن، عليها أنها تبادر بالتقصير، وإن كان حصل عليها جماع في الفترة إنها تذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء مع التقصير. نعم. تقول السائلة ما حكم تشقير الحواجب وهل هو داخل في حكم النمس؟ الحواجب لا يعبث فيها، تترك المرأة حواجبها كما خلقها الله سبحانه وتعالى جمالا لها وزينة لها، فلا تتدخل فيها لا بقص ولا بنتف ولا بتشقير ولا غير ذلك، لا تعبث فيها. نعم. ما حكم ارتداء المرأة للبنطال أمام الرجال الأجانب أو تحت العباءة؟ المرأة تلبس اللباس الساتر، اللباس الواسع الضافي الساتر، لا تلبس الشفاف ولا تلبس القصير ولا تلبس الضيق، والبنطال ضيق يصف أعضاءها وفيه فتنة، لا تلبسه المرأة. نعم. من انتقض وضوءه أثناء الطواف أو السعي ماذا عليه؟ أثناء الطواف يبطل، فعليه أنه يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويستأنف الطواف من جديد، وأما إذا انتقض وضوءه في السعي فإنه لا يبطل السعي، لا تشترط الطهارة للسعي، إنما الطهارة تشترط للطواف فقط، فيكمل سعيه. نعم. ما حكم المرأة المعتمرة التي تلبس العباءة المزخرفة وتضعها على الكتف، وما هي شروط الحجاب الشرعي؟ العباءة المزخرفة والمزينة لا تلبسها المرأة لا في الإحرام ولا في غيره، لأنها من التبرج، من التبرج بالزينة، تلبس عباءة ليس فيها زخرفة، لأن القصد من العباءة ليس التزين، القصد منها الستر، القصد منها الستر والضفاء على جسمها من رأسها إلى قدميها عندما تخرج، ما تضعها على كتفيها، تضعها على رأسها لتستر جميع بدنها ولا يكون فيها زخارف أو زينة. نعم. من طاف تطوعا حول الكعبة هل يلزمه صلاة ركعتين ولو كان في أوقات النهي؟ نعم، صلاة الطواف ركعتي الطواف سنة من تكملة الطواف، سواء كان طوافا واجبا أو طواف نفل، صلي بعد كل طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، فإذا طاف المسلم يصلي ركعتي الطواف. نعم. ما حكم استعمال أجهزة الجوال المزودة بالكاميرا؟ الكاميرا لا تجوز لأنها أداة تصوير، أما الجوال الذي للمكالمة بدون كاميرا لا مانع،
أما الكاميرا فإنها أداة تصوير فلا يحملها، لأنه ربما يصور التصوير المحرم فلا خير فيها. نعم. متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، ويستمر إلى قبيل قيام الشمس في وسط السماء قبيل الظهر. هذا كله وقت لصلاة الضحى، وكل ما تأخرت فهو أفضل. نعم. يقول: سمعنا من بعض طلبة العلم يقول مضاعفة الصلوات في الحرم المكي تكون بصلاة الفريضة أو الصلاة التي تشرع فيها الجماعة، ما صحة ذلك؟ العموم، الحديث عام، الحديث عام للفريضة والنافلة والجماعة والفرادى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. الحديث عام. نعم. يقول: هل هناك فرق بين دلالة أهل السنة والجماعة والسلفية؟ أهل السنة والجماعة هم السلفية، لا فرق بينهما. تقول أهل السنة والجماعة، تقول السلفيون، تقول الفرقة الناجية، كلها أسمى لمن كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتسمى السلفية لأنهم على منهج السلف، سموا سلفية لأنهم على منهج السلف، فرقا بينهم وبين من ترك مذهب السلف ومنهج السلف. نعم. رجل قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية لزوجته لاستخراج الجنين، لكنه رفض ذلك لكي لا يطلع الأطباء الرجال على عورة زوجته، وماتت الزوجة هي والجنين محتسبا ذلك عند الله، فهل عليه شيء أو كفارة؟ هذا أخطأ خطأ كبيرا، لأن العملية في هذه الحالة ضرورية، ضرورية. إن وجد نساء يقومن بالعملية استغنى عن الرجال، وإلا فلا بد أن تجرى العملية ولو على يد الرجال، لأن هذه ضرورة، والله جل وعلا أباح للضرورة، أباح للضرورة ما لم يبح في غيرها إلا ما اضطررتم إليه، فهو أخطأ في هذا، عليه الاستغفار والتوبة، وهو مجتهد ولكن أخطأ في اجتهاده. نعم.